بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبتي طلبة الصف السادس الإحيائي بمحاضرة جديدة من محاضراتنا في علم الوراثة إن شاء الله اليوم راح تكون محاضرتنا عن الأليلات المتعددة اللي هو المثال الثاني اللي نسميه العامل أو مستضدات العامل الرئيسي اللي هو الـ RH اللي هو الار ملاحظات للتوضيح عن هذا العامل او هذا النوع من الوراثه هذا النوع من العوامل هو مرتبط بمن بالدم هو مرتبط بمن بمكونات الدم كفكره بسيطه قبل ما نبدا بالموضوع اللي مقرر لكم ضمن المنهج العامل الرئيسي هو نوع اخر من المستضدات توجد على سطوح كريات الدم الحمر إذا هو نوع آخر من المستضدات توجد على سطوح كريات الدم الحمر هنا راح يتقسم البشر إلى نوعين يعني قسم يحتوي على عامل الرئيسي إذا هنا راح نطلق عليه RH موجب واللي ما يحتوي يعني لا يحتوي دمه أو كريات دمه الحمراء على الآر فنطلق عليه أو نرمز عليه RH سالب. إذا اللي موجب RH موجب إذا هذول دمهم يحتوي على جسيمات أو مستضدات على كريات الدم الحمر أو سطوح كريات الدم الحمر واللي ما يحتوي دمهم فراح نرمز لهم الآر RH سالم، هذا كفكرة بسيطة لبدايه الموضوع وهو تكمله لما اخذناه بالدرس السابق وممكن أن المسائل الوراثيه راح تاتي على هذا النوع من الوراثه دمج بين العامل الرئيسي وفصائل الدم او هنا ممكن أن نختار لها صفه مندليه ايمن اليد او اعصر اليد الى اخره من الصفات اللي تتضمن <applause> الانسان او التي هنا تدرس الصفات على من على الانسان. الملاحظه الاولى وهي من المستضدات الاخرى التي توضح الاليلات المتعدده. لقد تم اكتشافها من قبل العالمين لاندشتاينر وواينر عام 1940. يعني هذا اثناء عمليه نقل الدم من بعد ما كان هنالك توافق او تطابق لفصائل الدم ظهرت سابقا بعض المشاكل ووفيات لبعض الاشخاص المستلمين لعمليه التبرع بالدم فلاحظوا ان هنالك مستضدات اخرى هي تختلف عن من عن المستضدات اللي درسناها في المحاضره السابقه اللي هي الان المستضدات اللي اطلقنا عليها الانتيجين اي والانتيجين هنا ب يعني فصيله الدم اي وفصيله الدم اي e اللي ممكن قلنا انه هذا يكون فد نوع من, من الانزيمات او هي فد نوع من البروتينات توجد على هم سطوح كريات الدم الحمر اذا هذا النوع من المستضدات اللي اطلقنا عليه العامل الرئيسي او الريسورس فاكتور هنا اطلقنا عليه هذا النوع او هذا المسمى من خلال هو مستضدات اخرى تختلف عن ما درسناها بالدرس السابق النقطه الثانيه اعطيت مستضدات ال قدر كبير من الاهتمام اذا قدر كبير من الاهتمام ليش هنا يعني تعليل وذلك لعلاقتها المباشره بظهور حاله فقر الدم أو ما يعرف يعني باللهجة العامية احنا نسميه اليرقان أو هنا أبو صفار. إذا اليرقان لبعض الأطفال المولودين حديثا. المولودين حديثا. إذا ليش أعطيت أهمية كبرى لمستضدات الـ لأن هذا راح ينطيني شنو هنا؟ نوع من الأمراض اللي تظهر على الأطفال المولودين حديثا اللي احنا نسميه فقر الدم اليرقان أو أبو صفار اليرقان أو أبو صفار طبعا هذا تميزه عن فقر الدم المنجلي الملاحظة الثالثة يتم فحص مجاميع الدم أي بي أو اللي هذا اعتبرناه نظام والأر أج للمقبلين على اليمن على الزواج للمقبلين علي من على الزواج. هسه واحد يقول استاذ هسه هاي الفصائل آه يعني عرفناها انه مثلا ما تاثر لكن الار اتش ليش؟ هنا نقول بسبب لاستبعاد ظهور مرض فقر الدم استبعاد ظهور يا هو مرض فقر الدم اليرقان الاضفار لبعض الاطفال المولودين حديثا ولاخذ الاحتياطات اللازمه لذلك اذا اخذ الاحتياطات اللازمه لذلك من خلال من من خلال معرفه هنا فصيله الدم اضافه الى من اهم نقطه انه هو عمليه او لمعرفه الار اتش موجب او سالب بالنسبه الى من للاب والام وحاله الجنين، لان هاي في حاله واحده ممكن انه راح تظهر لي هنا مرض اليرقان او ما يعرف بفقر الدم المنجلي، آه عفوا فقر الدم او ابو صفار او ابو صفار. النقطة الرابعة قد يصاب بهذا المرض الاجنه. هنا الاحتمالية اللي ممكن تأثر على الأطفال حديثي الولادة أو على الاجنه. انتبه لهنا هاي النقطة جدا مهمة قد يصاب بهذا المرض الأجنة ذو ار اتش موجب والذين امهاتهم ذات ار اتش سالب اذا الجنين موجب والام شنو سالب الجنين موجب والام سالب وابائهم ذا ار اتش موجب اذا من خذ الاليل الجنين خذا من الأب ويختلف عن من؟ عن أليل الأم وبالطبع قد منح الأب هذا الأليل إلى الجنين وذلك لأن الآر اتش هو السائد على الآر اتش يعني الآر اتش الموجب هو السائد على الآر اتش السالب وقد أصبح الجنين ذا طراز وراثي هجين ذا طراز وراثي شنو؟ ار اتش طبعا ار كابيتال اتش، ار سمول اتش هذا راح يكون الطراز الوراثي لمن؟ إلى الجنين، إذن في هذه الحالة ممكن أن يصاب الأجنة يعني ما هي الشروط؟ ممكن أن نصيغها على شكل سؤال، ما هي الشروط أو ما هي الصفات او ما هي هنا الحاله التي هنا من خلالها يتم اصابه الاجنه بمرض اليرقان او نقول مرض فقر الدم اليرقان او ابو صفار لازم نحدد اي نوع من انواع فقر الدم هنا نقول عندما يكون الجنين ذو ار موجب والام ذات ار اتش سالب والاب ذات ار اتش موجب فراح يكون الطراز الوراثي للجنين ار كابيتال اتش ار سمول اتش هذا الطراز الوراثي اللي يكون بالحاله الهجينه فممكن في هذه الحاله راح هنا يتكون عندي هذا المرض الملاحظه الرابعه ان الاتحاد الوراثي بين رجل موجب الار اتش مالته وبين امراه هنا ذات ار اتش سالب ينتج عدم توافق مناعي كامل اذا هاي الحاله ليش تصير لدى الاجنه بال يعني بالنسبه للخطوه السابقه اللي درسناها او الملاحظه السابقه اذا راح ينتج عدم توافق مناعي كامل بين الام وجنينها بين الأم وجنينها إذا ليش مص عدم توافق مناعي ليش لأن راح الأم تعتبر أن هذا الجنين يعني آه راح هنا أشبه بالجسم الغريب باعتبار أن الآر اتش مالت الجنين موجب والآر اتش مالتها سالب فراح الجسم راح يكون هنا أجسام مضادة ضد من ضد الجنين ممكن انه هنا راح يسبب تشوهات والامر الاخر ممكن انه هنا راح يكون لدى الام حاله من من الاجهاض وبالنتيجه هنا موت الجنين موت الجنين ليش لان قلنا عدم توافق مناعي عدم توافق مناعي اذا صادف جريان دم الطفل خلال مشيمه معابه يعني هذا شوكيت إذا انتقل الدم من الجنين المن إلى الأم كيف ينتقل إذا كانت المشيمة فد مشكلة معابة ولعيب المشيمة شنو أساس وراثي لعيب المشيمة أساس وراثي ودخل الدورة الدموية يعني انتقل الدم من الجنين المن إلى الأم عبر المشيمة المعابة ودخل الدورة الدموية للأم فإن النظام المناعي لتلك الأم سوف شنو يشخص مستضدات الار كاجسام غريبه كاجسام غريبه وبهذا يقوم ببناء اجسام مضاده اذا هنا شخص مستضدات من شخص مستضدات اذا كون اجسام مضاده ضد هذه المستضدات باعتبارها غريبه او افترضها الجسم او الجهاز المناعي لدى الام غريبه وبالنتيجه هنا اجسام مضاده تجاهها اذا راح يكون اجسام مضاده تجاهها مما يؤثر عليه من على حاله الجنين وبالنتيجه اما تشوه او هنا راح يكون الوفاه طبعا هاي نقدر نعتبر انه النقطه الثالثه والرابعه هي شروط هنا انتقال المرض او تكون المرض اذا يجب ان يكون الجنين موجب والام شنو الار اتش مالتها سالب والاب موجب بالحاله النقيه النقطه الاخرى هنا راح تكون انه بين الـ الرجل والمرأة والاختلاف عدم توافق مناعي راح يؤدي إلما إلى الجنين والأم من خلال من؟ الشرط الآخر أنه خلال مشيمة معابة إذا ما معابة ما راح ينتقل الدم فما راح تتكون أجسام مضادة إذا هذا أساس للشروط اللي ذكرناها بالخطوة السابقة وانضيف لها أن المشيمة يجب أن تكون معابة لأن لها أساس وراثي الملاحظة الخامسة في حالة الحمل الثاني في حالة الحمل الثاني سوف يرتفع تركيز هذه الأجسام يا هي تركيزها المضادة داخل الأم نكونها. وعندما تمر تلك الاجسام خلال المشيمه فانها تدخل الدوره الدموية للجنين. اذا تكونت دخلت الدوره الدموية للجنين راح تعتبر انه دم الجنين هو هنا اجسام غريبة وبالنتيجة تبدأ بتفتيت او تحلل خلال الدم يعني بتفتيت خلايا عفوا هنا أنا خطأ خلايا الدم الحمر للجنين والتي تسبب فقدا للهيموغلوبين ثم الإصابة بمن بفقر الدم المسمى محليا أبو صفار مسمى محليا بمن أبو صفار يعني راح يكون عنده فقر دم هذا طبعا بالنسبة للحمل الثاني بالحالة الأولى الحمل الأول ماكو مشكلة يعني ما راح يتأثر شرط أن يكون الحمل الاول اذا لا اكو ممكن انه يكون ماكو ما حمل اول لكن اكو حاله من الاجهاض هذا من اعتبره انه الحمل الاول هو اول وانما راح يعتبر الحمل الثاني فراح تنطبق عليه الملاحظه الخامسه او نقدر نعتبرها القاعده الخامسه يعني راح يكون عنده هذا فقر الدم المحليين ابو صفار بنسبه حاده جدا لان هذا بانواعه السانجي ناخذها الملاحظه السادسه ان حوالي 10% من مجموع حالات الحمل البشريه 10% من مجموع حالات الحمل البشريه تشير الى عدم شنو التوافق في الار أيج ولأسباب عديدة فإن أقل من خمسة بالعشرة بالمئة في الحقيقة تنتج فقر الدم يعني هاي النسبة اللي هي راح تنتج فقر الدم مو كل العشرة بالمية ليش؟ ليش هنا قلنا؟ لأن عندي مثلا هذا الشرط الآخر هنا صحيح عندي عدم توافق لكن ما يكفي دون وجود مشيمة معابة دون وجود مشيمة معابة لأن لها أساسا وراثيا الملاحظة السابعة عادة ما تعطى الأمهات غير المتوافقة يعني هنا أنا بعد الحمل الأول أو إنجاب الطفل الأول إذا كان الدم ما متوافق بين الرجل والمرأة إذا كان السالب والرجل موجب والجديد موجب هنا أنا غير المتوافقة بعد الولادة مباشرة مادة مضادة إلما للآر أيش إذا مادة مضادة إلما للآر وذلك حال وضعها لطفل ذي آر إتش شنو موجب يعني إذا عرفوا أن الطفل دم آر إتش موجب راح رأسا ينطوها وهي آر إتش سالب راح ينطوها شنو هنا مادة مضادة للآر إتش لأن هذا المضاد لان هذا المضاد ليش ينطوا هاي الماده لان هذا المضاد يحطم اي خلايا من نوع ار اتش موجب اللي دخلت إلى لجسم الام والتي تسربت الى الدوره الدمويه للام ولهذا سوف لا يكون بمقدورها تكوين او انتاج اجسام مضاده للمستضد ار الخاص بها اذا حتى ما تكون الاجسام المضاده لمستضدات الار يعني حتى يكون الحمل الاخر او الحمل الثاني ما بي مشكله ما بي مشكله خلصنا من الملاحظات السابقه اللي هي توضيح عن العامل الرئيسي او هنا ريسوس فاكتور ملاحظات لتوضيح وراثه نظام الدم اللي هي الار راح ناخذ هنا خطوات اخرى والنسب اللي موجوده والتوقعات اللي كانت موجوده بالنسبه على مستوى العالم يعني العينات اضافه لذلك خطوات حل المسائل على هذا النوع من الوراثه. الابحاث الوراثيه الاوليه قادت الى الاعتقاد بانه في سكان البشريه يوجد فقط حليلان او اليلان. إذن اعتقاد بالأبحاث الوراثية أن وجود حليلان أو أليلان تسيطر على وجود أو غياب المستضد اللي هو الآر اتش على سطوح كريات الدم الحمراء إذا هنا ممكن أنه نعتبرها أبحاث التي قادت إلى وجود حليلان أو أليلان الأليل RH يعين طبعاً وجود المستضد، إذا هذا راح يعين وجود المستضد على سطح الكرية الحمراء. إذا من نقول RH هذا مستضد، إذا راح يتعين وجود مستضد على كريات الدم الحمر، كريات الدم الحمر اللي على سطحها. هذا بها حالة؟ شوف هنا منطقية بالطراز الوراثي. كمورث سائد يعني من نقول طراز مظهري شن كتبه نكتبه ار اتش موجب الأليل ار سمول اتش يؤدي الى غياب المستضد هذا هنا شن كتبه طراز وراثي حتى ما تشتبه به هذا هنا هم طراز وراثي لان يعني اذا نريد نكتب الطراز المظهري فش نقول نقول ار موجب و ار سالب السالب يعني معناتها ما موجود غياب المستضد ار اتش موجب يعني هنا أن المستضد شبي موجود هذا ما يخص هنا هذه الملاحظات اثناء عمليه النقل. هنا النسب اللي تتعين على سكان الارض ان 85% من سكان مدينه نيويورك دماؤهم تحتوي المستضد يا هو RH موجب، يعني انه هي تمتلك هذه الجسيمات على سطح كريات الدم الحمراء. ونسبه 15% لا تحتوي على المستضد اي ذو ار اتش سالب هذا وين سكان نيويورك عدنا بالبصره ان 93% من سكان مدينه البصره عام 1976 هاي وقت بهاي السنه تكون دمائهم تحتوي على المستضد ار اتش موجب ايش قد نسبتهم 93 سبعه بالمئه لا يحتوي دمهم علي من على المستضل إذا ايش راح نرمز لهم ار سالب ضمن العينه المدروسه يعني هاي عينه مدروسه تبين بان الطراز السالب يقل في المجتمعات الشرقيه تعليل ليش يقل في المجتمعات الشرقيه اذن ضمن العينه المدروسه او العينات المدروسه ان الطراز السالب يقل في المجتمعات يا هي الشرقيه الجواب ربما بسبب الانتخاب ضد الأليل السالب اذا راح يكون هنا عمليه انتخاب ضد الأليل السالب نتيجه لادخال تحسينات على الفحوصات اللازمه لتعيين وجود المستضد أصبح واضحا بأن الوراثة التي تسيطر على مستضد الـ RH هي بالأحرى أكثر تعقيدا مما كان متوقعا في السابق إذن التحسينات اللي دخلت على هذه الفحوصات أظهرت أن دراسة المستضدات الـ RH هي أكثر تعقيدا مما كان متوقع سابقا ليش؟ لأنه قلنا ظهرت لي بها امراض لها علاقه تتعلق بالمناعه، التوافق المناعي بين الجنين والام وهنالك عوامل اخرى خارج نطاق يعني المنهج مالتنا افترض العالم واينر بان هنالك سلسله من الاليلات المتعدده في موقع مفرد للار اتش اليلات متعدده لأنها شنو كان متوقعا في السابق يعني أكثر تعقيدا فهذا افترض أن هنالك إيلات متعددة أو سلسلة من الإيلات متعددة على نفس الموقع المفرد إلمن بالنسبة للآر RH والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لهذه التغايرات إذا ما دام عندي سلسلة إذا راح تغايرات عديدة راح تنطيني تغايرات عديدة. لذلك نو دراسة عوامل الأر اتش اللي هو عامل الريسوس أو عامل الريسي أو ما يعرف مثلا سابقا بالثالث عامل الليزين هنا أنا دراسة معقدة وراح ينطينا سلسلة حسب افتراض العالم واينر من الأليلات وهاي السلسلة من الأليلات على نفس موقع مفرد لمورثة آر ايش وراح تنطينا عدة تغايرات او العديد من من التغايرات افترض العالمان في شر وعيس طبعا العالمان هاي ممكن انه قلنا تجينا فراغات واكو اسئلة او صيغ وزارية بالنسبة على اسماء العلماء انه جايتنا فراغات يعني مثل عالم ماثياس فلادي وثيودور شوان اللي اسسوا النظريه الخلويه او اللي بالنسبه للعمل اللي قاموا به ممكن انه يجينا يعني هنا أنا افترض العالمان في ورايس رايس بان هنالك نوعا بديلا من التوريث نوع بديل من من التوريث يتضمن ثلاث من المورثات المتقاربه وهي الاي e والسي والدي. الاي e والسي والدي، اذا راح يضمن ثلاثه من المورثات المتقاربه وهي الاي e والسي والدي، وكل واحده منها يضم اليلين. لذلك ايش قلنا العالم واينر؟ افترض ان هنالك وجود سلسله من الاليلات اللي راح تنطينا هنا طبعا أعداد كثيرة أو هنا نقول العديد من المتغيرات أو الصفات المتغيرة يضم أن تكون مسؤولة عن وراثة عوامل ار RH من خلال هذه ممكن راح تتحدد نسبة هنا حدة أو قلة هنا المرض اللي سميناه فقر الدم اللي هو اليرقان أو أبو صفار وممكن أن هذا ينعكس على بعض الأشخاص حتى في مراحل متقدمة من العمر من خلال الاستعداد الوراثي أو الاستعداد الجيني المن لهذا النوع من الأمراض إن مصطلح ارتباط إن مصطلح الارتباط يستخدم لوصف الجينات يعني هذا يقول انه شيء مرتبط اذا هذا يستخدم إلما الى الجينات او وصفها الواقع على نفس الكروموسوم والذي هو الزوج الاول من الكروموسومات الجسميه بالنسبه لهذه المجموعه اذا يا الزوج الزوج الاول بالنسبه للكروموسومات الجسميه لهذه المجموعه اذا هنا راح انه ترتبط بالكروموسومات الجسميه بالنسبه لهذه المجموعه الطراز المظهري وعد الطراز الوراثي واللي قبل قليل ذكرته الطراز المظهري راح يكون ار اتش موجب و ار اتش سالب الموجب والسالب هنا على من نعتمده يعني هذا شو نقول هنا يحتوي مستضدات هذا شنو؟ خالي من المستضدات واضح اذا قلنا موجب اذا هو شنو يحتوي على المستضدات يعني يحتوي على الجسيمات على سطوح كريات الدم الحمر والار اي سالب هنا لا يحتوي او سطوح كريات الدم الحمراء خاليه من هذا النوع من المستضدات الطراز الوراثي راح يكون لهم في الحالة السائدة النقية R capital H R capital H R capital H R small H و R small H R small H, H R small H, 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 H هذا إذا كان شنو يمثل لي الحالة السالبة أو عدم وجود المستضدات عدم وجود المستضدات أسئلة طبعا عن وراثة الـ RH أسئلة عن وراثة الـ RH ما التركيب الوراثي للـ RH سالب أو هنا أنا يريد الطراز الوراثي إذا كان تركيب أو يقول لي طراز وراثي هذا جاينا 2013 و2014 الجواب راح يكون R -H. سمول ار سمول سؤال اخر يجب فحص دم المتزوجين الجدد بالنسبه لعامل الار اتش من الملاحظات وهذا جاينا دور الثاني 2010 وذلك للسيطره على مرض اليرقان على من السيطره مرض اليرقان ابصفار واتخاذ الاحتياطات اللازمه بعد الولاده ليش حتى ننطي مادة للأم إذا كان دمها ودم الزوج غير متوافق والجنين راح يحمل صفة الأب أو صفة الزوج ليش؟ لأن حتى ينطوها مضادات المن للأجسام المضادة اللي راح تكونها للآر بعد الولادة عندما يكون الأب موجب والأم سالب يعني آر اتش موجب آر سالب والطفل موجب فقط في هذه قلنا الحالة إذا عكست العملية يعني الأب سالب الأم موجب حتى لو كان الطفل سالب ماكو مشكلة ليش؟ لأن هي أصلا ما تحتوي على من على هذا النوع من المستضدات يعني أجسامها أو كريات دمها خالية من هذه المستضدات السؤال الآخر في حال كون الأم سالب والأب موجب ار اتش سالب و ار اتش موجب تحقن الام بعد الولاده مباشره بماده مضاده إلمن للار اتش في حال كون الام ار اتش سالب والاب ار اتش موجب تحقن الأم بعد الولادة مباشرة بمادة مضادة إلمن للآر إتش جواب لأن هذه المادة تساعد الأم على التخلص من من أي دم كان قد تسرب إليها من الجنين ليش؟ لأن راح يحمل الجنين شنو؟ الـ RH اللي بها مستضدات فراح شنو هنا؟ راح يحلل، راح يفتت، راح يخلص من اي تسرب مين انتقل من الجنين الى الام عبر المشيمه المعابه قلنا اللي اساسها وراثي وبذلك لا تكون اجساما مضاده ويزول الخطر عن الخطر وين؟ عن الطفل في الحمل الثاني، اذا الخطر وين راح يكون؟ عن الطفل في الحمل الثاني. سؤال اخر اذا احتاج شخص دمن فصيلته اي ناقص اللي هذا هنا الدور الثاني 2015 السؤال الاول او المطلب الاول على هذا السؤال ما الفصائل الممكنه لانقاذه مع كتابه طرزها الوراثيه احنا قلنا فصيله الاي من تاخذ تاخذ من الاو ومن الاي نفسها باعتبارها ماينص فاذا راح تاخذ من الاي ناقص ومن الاو ناقص شو يريد هنا أنا أريد كتابه طرزها الوراثيه يعني نكتب الطراز الوراثي للفصائل اللي تنطل هاي الفصيله اذكر الجسم المضاد في مصل الدم لكل فصيلة الفصائل الممكنة قلنا أي ناقص و o ناقص والطراز الوراثي شوف للأي ناقص راح يكون أي 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 R small h R small h و اي 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 A R small h R small h قلنا هاي تمثل الفصيلة والار h راح يمثل وجود أو عدم وجود المستضدات الأخرى الجسم المضاد اللي هو راح يكون الجسم المضاد بي والجسم المضاد شوف المن للفصيله الاخرى وين هو يقول اذكر الجسم المضاد في المصل بي سمول والجسم المضاد بالنسبه لفصيله الاو راح يكون اي سمول وبي سمول A small و B small. هذا السؤال 16 من أسئلة الفصل اللي هو صفحة 268 وهذا التعليل يعني مهم وجاينا وزارة بال 2015 الدور الثاني في أي الحالتين تكون حياة الجنين مهددة بالخطر موضحا عن السبب عندما يكون الجنين ار موجب اذا هنا منطيني احتمالين، الاحتمال الاول عندما يكون الرجل ناقص والمراه موجب، جنين ايش عندنا؟ بكلا الحالتين موجب، عندما يكون الرجل موجب والمراه ار سالب او ناقص، هنا نقول في اي الحالتين راح تكون حياه الجنين شنو؟ مهدده بالخطر وليش؟ راح طبعا هنا نقول قلنا في الحالة الثانية الجواب عندما يكون الرجل في الحالة الثانية عندما يكون الرجل موجب والمرأة شنو سال السبب ليش إذا صادف جريان دم الطفل خلال مشيمة معابة وقلنا لعيب المشيمة شنو هنا أساسا وراثيا ودخل الى الدوره الدمويه للام فان النظام المناعي لتلك الام سوف يشخص مستضدات ار ايش كاجسام غريبه اذا شخصها كجسم غريب راح يكون راح يكون اجسام او يقوم ببناء اجسام مضاده ضد هذه المستضدات راح يرتفع تركيز الاجسام المضاده داخل شنو الام وعندما تمر تلك الاجسام خلال المشيمه فانها بالطبع تدخل الدوره الدمويه المن للجنين اذا بدايه الامر هنا انه انتقل الدم من الجنين الى الام عبر المشيمه المعابه الام شخصتها كاجسام غريبه راح تتكون مستضدات غريبه راح تكون اجسام مضاده ضدها وراح بعد ذلك راح تنتقل من من الام الى الجنين عبر من عبر الدوره الدمويه وتبدا بتفتيت خلايا الدم الحمر المن للجنين باعتبار اتصال واحد او رد او دوره دمويه واحده والتي تسبب فقدان الهيموغلوبين ثم الاصابه بفقر الدم هنا الذي يسمى بمن باليرقان الذي يسمى باليرقان هنا فقط تركز على هنا عمليه الفهم راح تقدر انه تجاوب اي سؤال كلامي على عامل الار اتش هاي ادي صوره للتوضيح هنا يعني هاي عمليه الحمل هنا جنين موجب راح ينتقل انه هذا جسم الام راح يكون سالب هذا الجنين انتقلت كريات الدم الحمر المن الى الام، وهنا اشكونت خلايا الجهاز المناعي، يعني هاي الخطوه الاولى ان انتقلت عبر المشيمه المعابه، ومن ثم بعد ذلك خلايا الجهاز المناعي اشكون؟ كون اجسام مضاده للعامل الرئيسي او الريسوس، وهي الاجسام المضاده هنا راح تنتقل المن الى الجنين عبر قلنا الدورة الدموية عبر الدورة الدموية هنا حتى تنقذ حياة الطفل الثاني أو حتى هذا خلايا الدم العامل الرئيسي اللي هي الموجب راح تحقن الأم تحقن الأم بمن قلنا بمادة مضادة لمن للار ليش حتى تقضي عليها عليها من على الار H اللي كونتها من خلال انتقال المستضدات أو الدم من الجنين المن إلى الأم هذا من خلال الرسم حتى تبدي تركز إنه الخطوة الأولى انتقال الدم للشخص يعني للأم ومن ثم بعد ذلك تكوين أجسام مضادة وراح ينتقل لهنا هذا إذا انتقل لهنا راح يحلل يعني الاجسام المضاده الجديده تنتقل الى الجنين راح تحلل كريات الدم يا هي الحمر فبهذه الطريقه ملاحظات او معلومات تفيدك في حل مسائل مستضدات العامل الرئيسي اللي هي الار عند التزاوج بين رجل وامرأة كلاهما مجهول العامل الرئيسي وظهور جميع الأبناء مصابين بأبصفار إذا قال لي جميع الأبناء مصابين بين رجل وامرأة كلاهما مجهول العامل الرئيسي هنا راح تبين إذاً يجب أن يكون الأب موجب العامل الرئيسي نقي والأم سالبة العامل الرئيسي ليش افترضت الأب موجب لأن إذا عكست الحالة ما راح يأثر وقت يأثر فقط اذا كان الاب موجب والام سالب لكن الاب موجب قلنا بالحاله النقيه ثانيا عند تزاوج رجل وامراه كلاهما مجهول العامل الرئيسي وظهور نصف الابناء مصابين بابصار اذا هنا راح يكون الاب موجب عامل الرئيسي هجين والام سالبه العامل الرئيسي اذا كان نصف الابناء مصابين. الخطوه الثالثه او الملاحظه الثالثه على حل المسائل عند تزاوج رجل وامراه كلاهما مجهول العامل الرئيسي وظهور ربع الابناء سالبه العامل الرئيسي اذا يجب ان يكون الابوين موجب العامل الرئيسي هجين إذا كلاهما موجب وبالحالة الهجينة سؤال ما احتمالية إصابة الأبناء بمرض اليرقان احتمالية لي أمهم سالبة العامل الرئيسي وأبوهم موجب هذا جاينا بالألفين 2004 الحال راح نرمز عامل أليل صفة المستضد RH موجب بالرمز ار اتش اذا كان موجب ورمز عامل او قليل صفه الار اتش سالب الرمز ار سمول <applause> <applause> الاحتمال الاول أن الام شو تكون؟ هذا سالبه والاب راح يكون موجب نقي طرز الوراثيه للابوين ار اي طبعا ار كابيتال اتش ار كابيتال اتش وار سمول اتش ار سمول اتش هنا أنا راح يكون عندي مشيج واحد اللي ار سمول اتش وهنا أنا بالنسبه للاب راح ينطينا ار كابيتال اتش انقسام اختزالي راح تنطينا 100% انه افراد الجيل الاول هم افراد مصابون بمرض اليرقان مصابون بمرض اليرقان ليش؟ لأن الأم سالبة والابن موجب والأب موجب هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني الأم قلنا سالبة لأنه يريد ما مدى احتماليتهم بإصابة المرض فلازم الأم تكون تكون R H نانا سالب حامل للمستضد موجب هجين البي 1 راح يكون ار كابيتال اتش ار سمول اتش ار سمول اتش ار سمول اتش وهنا اثناء الانقسام الاختزالي وتكوين الامشاج راح ينطينا مشيجين لان هو مختلف العوامل الوراثيه ار اتش طبعا ار كابيتال اتش ار سمول اتش ار سمول اتش وراح تنطينا 50% الأبناء سليمون من مرض اليرقان ليش؟ لأن هذا متوافقين وهنا راح شكو خمسين الأبناء مصابون بمرض اليرقان لأن ما متوافقين مع من؟ مع الأم هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الأول راح تكون أنه جميع الأفراد الناتجة مية مصابون بمرض اليرقان الاحتمال الثاني راح تكون خمسين نسبة الإصابة بهذا المرض. سؤال تزوج رجل فصيلة دمه غير معروفة وكذلك بالنسبة لمن للار اتش من امرأة دمها او والار اتش سالب فأنجبا طفلين أحدهما فصيلة دمه او وار اتش موجب والآخر ب وار اتش سالب ما هي الطرز الوراثية والمظهرية للأبوين هذا وزاري سنة الستة وتسعين الحل رمز أليل أو عامل صفة فصيلة الدم بي هو الآي بي وعامل أو أليل صفة فصيلة الدم أو اللي هو آي سمول عامل يعني رمز عامل صفة أو أليل المستضد آر اتش موجب اللي هو راح يكون آر كابيتال اتش ورمز عامل أو أليل صفة المستضد <سؤال> هنا RH سالب اللي هو RH الاستنتاج بما انه قد ظهر طفلين احدهما فصيلة دمه أو و RH موجب والاخر فصيلته B و RH سالب اذا صفة فصيلة دم الاب B هي هجينة ليش؟ دمه غير معروفة وكذلك بالنسبة من أمر دمها او اذا هنا ليش هجينة بي هجينة حتى ينطيني ينطيني فصيلة الدم او وينطيني فصيلة الدم الاخرى بي اللي هي بالنسبة لمن للاولاد وذو ار اتش هجين ليش لان انطاني واحد سالب الار اتش مالته والاخر راح يكون موجب اذا الطراز الوراثي للاب راح يكون اي بي اي سمول ار كابيتال اتش ار سمول اتش والطراز الوراثي للام اي سمول اي سمول ار سمول اتش ار سمول اتش وهنا هنا عملية أو إجراء التضريب راح يكون بمن بهذه الطريقة فصيلة دمه ب هجين مستضد آر إتش موجب هجين وهنا فصيلة الدم مالتها أو وذات مستضد هنا ار اتش سالب طرزهم الوراثي راح تكون اي بي اي ار كابيتال اتش ار سمول اتش اي سمول اي سمول ار سمول اتش ار سمول اتش وانقسام اختزالي لتكوين الامشاج راح يعطينا اربعه امشاج اي بي ار كابيتال اتش اي بي ار سمول اتش اي سمول ار كابيتال اتش i small r small h وهنا الأم راح تنطينا مشيج واحد متماثله العوامل الوراثيه i small r small h راح تنطينا اربعه اولاد او اربعه افراد هنا اثناء عمليه الاتحادات i b i small r h r h I, b, I, r small h r small h و i small i small r capital h r small h i small i small r small h r small h اذا هنا نأشر علماً على الابناء اللي هنا انطاني اياهم بالمساله ايش قال لي قال لي واحد فصيله الدم مالته بي ناقص والاخر فصيله دمه او شنو؟ موجب ليش؟ هاي الأولاد اللي موجودين على أرض الواقع اللي منطيني إياهم بالمسألة وهاي الاحتمالية المتوقعة للأفراد الآخرين الأفراد الآخرين تزوج رجل فصيلة دمه أي موجب من امرأة فصيلة دمها بسالب فأنجبا عدد من الولادات أحدهم أو ناقص ما هي الطرز الوراثية والمظهرية للآباء والأبناء هذا جاينا بالألفين الحل رمز عامل أو أليل صفة فصيلة الدم أي هو الآي أي ورمز عامل أو أليل صفة فصيلة الدم بي هو الآي بي ورمز أو عامل هنا صفة فصيلة الدم أو هو الآي Small. رمز عامل او الي صفه المستضد ار اتش موجب ار كابيتال اتش ورمز عامل او الي صفه المستضد ار اتش سالب الرمز هو ار سمول اتش الاستنتاج شوف هنا قال لي رجل اي موجب من امراه بي ناقص ايش طلع عندهم ابن او ناقص بما انه قد ظهر احد الابناء فصيله دمه او ناقص اذا فصيله دم الاب الاي تكون هجينه وفصيله الام بي هم هجينه وبما انه قد ظهر احدهم أ احدهم ار أش ناقص اذا صفه الاب بالنسبه للعامل الرئيسي هي صفه هجينه هذا ناقص اصلا متنحي وهذا موجب وش انطاني انطاني أو ناقص اذا هنا يجب ان يكون الاب بالحاله الهجينه الطراز الوراثي للاب اي A I small R capital H R small H والطراز الوراثي للام راح يكون I B I small R small H R small H و راح عمليه اجراء التضريب المرأة فصيلة دمها بي نقدر نقدر نقول بي ناقص هجينة لصفة فصيلة الدم وهنا فصيلة الدم الاي هجين مستضد ار اتش هنا راح يكون هجين الطرز الوراثية للأبوين اي 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 ار كابيتال اتش ار سمول اتش اي بي I small r small h r small h هنا راح ينطيني مش هنا شنطيني أربعة أمشاج I a r capital H I a r small h I small r capital H I small r small h I b r h و I small r h راح ينطيني هنا أنا بالحالة الأفقية نذكر الأمشاج الذكرية والحالة العمودية اللي هي الأمشاج الأنثوية فراح يعطيني قد هنا مجموعة من الولادات أو الأطفال راح يكون طرزهم الوراثية I كابيتال uh, I A I B R H R H يعني هنا بموجب وI A I B R small H R small H I B I small R capital H R small H I B i small r small h r small h وهنا هنا راح يكون i اي I, i small r capital h r small h <applause> هنا عندنا i a i small r h r h و i small i small r capital h r small h i small i small r h r h, إيه h, h. هنا في الحاله المتنحيه اذا هذا الطفل اللي يحمل الاو ناقص الاو ناقص اللي هي فصيله دم هاي طرز وراثيه وهنا راح تكون قلنا من احد اللي اقول او ناقص او بي ناقص او اي ناقص هنا راح يكون طراز وراثي طراز مظهري تزوج رجل فصيله دمه اي من امراه فصيله دمها بي والعامل الرئيسي لكل منهما موجب فانجبا طفلين احدهما من فصيله الاو سالبه والاخر من فصيله الاي موجبه ما هي الطرز الوراثيه والمظهريه للجميع هذا سؤال 15 صفحه 268 طبعا هنا أنا نكتب الرموز رمز العامل او حليل صفه فصيله الدم الاي هو الاي اي ورمز العامل او اليل حليل صفه فصيله الدم بي هو الاي بي وعامل او اليل صفه فصيله الدم او هي الاي سمول عامل او صفه المستضد ار اتش موجب ار اتش كابيتال وهنا اليل المستضد السالب راح يكون ار سمول الاستنتاج بما ان احد الطفلين من فصيله الاو السالبه والاخر من فصيله الاي الموجبه اذا يجب ان يكون الرجل من فصيله الاي هجين ومن نوع الار اتش بوزيتيف او موجب هجين طرازه الوراثي راح يكون اي 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 ار كابيتال اتش ار سمول والام الفصيلة فصيله البي هجين ومن نوع الار اتش موجب راح يكون طراز الوراثي اي بي اي سمول ار اتش ار سمول و عملية التضريب راح تكون بهذه الشكل بهذا الشكل فصيله دمها بهجينة ومستضداتها موجبه وهنا فصيله دمه اي هجين والمستضدات هم موجب هجين راح تنطينا 16 فرد جي 1 هاي الافراد اللي راح تكونها اي اي ار اتش اي ار اتش اي ار اتش اي سمول كابيتال اتش اي اتش I small R capital H I small R هنا سمول H من خلال الانقسام الاختزالي راح تظهر عدي أفراد الجيل الأول 16 فرد 16 فرد هنا ذكرت لك الطرز الوراثية والطرز المظهرية لكلاهما هذا هنا الأفقي للذكر والعمودي او للزوج وهنا الما للزوجه او المراه هنا راح يكون اي بي موجب من خلال من طراز الوراثي هنا تركزوا لي عليهم من R اتش كابيتال و اي 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 بي ار كابيتال اتش وهذا بالنسبه لمن للطرز الوراثيه الاخرى. هاي ممكن انه تركزوا لي عليها. بالمسأله انطاني شنو هنا؟ انه احد الافراد كان شنو؟ أو ناقص. هنا راح يكون هنا طرازه الوراثي. الامثله الواجب او الاسئله الواجب تزوج رجل من فصيلة الأو امرأة فأنجبت عدة أبناء كان أحدهم من فصيلة الأي والآخر من فصيلة البي إلا أن نصف الأبناء كان مصاب بمرض اليرقان ما هي الطرز الوراثية والمظهرية للجميع المسألة والسؤال الثاني تزوج رجل أيمن اليد من نوع RH سالب امرأة أبناء اليد من RH موجب فكان أحد الأبناء أيسر اليد ومن نوع RH موجب والآخر أيمن اليد ومن نوع RH سالب، ما هي الطرز الوراثية والمظهرية للجميع علما أن أيمن اليد سعد السؤال الثالث احتاج رجل إلى نقل دم هذا كلامي جايين وزاري، احتاج رجل إلى نقل دم بشكل عاجل جدا فصيله دمه ب ما نوع الفصيله التي سيعطيها الطبيب لهذا الشخص المعالج ولماذا اذا انطاه فصيله ليش أنطى هاي الفصيله وما الفصائل التي سيتجنبها يعني اللي ما راح ينطيها وليش ما راح ينطيها واذا كان دم الرجل من النوع ار سالب فهل سيغير الطبيب رأيه يعني راح يغير رأيه ولماذا هذا جاينا دور أول سنة 2000 إلى هنا نصل إلى ختام محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي تضمنت العامل الرئيسي بالنسبة لمن لفصائل الدم وضمن موضوع الوراثة متعددة الأليلات إن شاء الله بقت عندنا محاضرة أخيرة بالنسبة للوراثة اللي هي تتضمن هنا لون الفراء في الأرانب اللي هو ضمن الأليلات المتعددة في أمان الله